من لم تسقله البلايا لن تغمره العطايا. أترون حالنا مع الحوادث الآن؟ هكذا كان حال الصحابة الكرام مع القرآن، حقيقة قاسية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: السنة لمن أراد أن يدعو في صلاته أن يكون دعاءه في السجود، أو يجعله بعد التشهد قبل السلام. من مجموع الفتاوي. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. السعادة الحقيقية حين يقال اسمك في دعاء أحدهم كل يوم دون أن تعرف. اللهم سخر لنا من عبادك الطيبين من يدعون لنا بالخير دائما. في الحديث النبوي أن رجلا يتقلب في الجنة لإزاحته غصن شجرة عن الطريق، فكيف بالذي يزيل جهلا أو ظلما من طريق الأمة؟ إن كان الله قد غفر لبغية سقط كلبا، فكيف بمن يسقي قلبا؟